قرات الهلال السوداني وزوما الخرطوم في الجولة 19 المؤجلة من الدوري السوداني الممتاز لكي تشاهد المباراة. مالك فضل الله الضبط على كل شراء بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المصطفى لهذه المباراة ملعب الهلال. توقيت المباراة سوف يكون في الساعة 8:30 بتوقيت السودان والقاهرة، والساعة 9:30 بتوقيت قطر والسعودية والإمارات، والساعة 7:30 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر. أما بالنسبة للقنوات الناقية المباراة، قناة النيلين الناقل الحصري للمباراة، وأيضا الموقع الرسمي لفريق الهلال السوداني، نتمنى لكم فرجة ممتعة. لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة، بكم موعد في موعد قادم.